للحديث عن نفوذ إيران في العراق والممارسات التي يقوم بها الزوار الإيرانيون والامتيازات التي منحتها السلطات والأحزاب السياسية بالعراق لهم، معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نبيل الحيدري. أهلا بك دكتور نبيل. يعني بداية، كيف يمكن فهم العلاقة القائمة بين نظامي إيران والعراق، لا سيما فيما يتعلق بالزوار الإيرانيين؟ ما مبرر هذه الزيارات أو هذه الامتيازات المعطاة للجانب الإيراني؟ تحية لك أستاذ مصطفى وإلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. كما تعلم، بعد 2003 حقيقة الإيرانيون الذين ساهموا في احتلال العراق من قبل الأمريكان قد سلموا الأحزاب التابعة لإيران مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى وفيلق بدو، هذه التي قاتلت مع إيران ضد العراق في الحرب العراقية الإيرانية، هذه التي هيمنت على الساحة العراقية، والنتيجة كان هنالك هيمنة في العراق، وتأسست أيضا ميليشيات أخرى مثل كتائب حزب الله وحصائب الحاق وسيد الشهداء. فإيران تعتبر العراق هو البوابة الخلفية لها ومفتاحها إلى المنطقة العربية، يعني لا تستطيع أن تذهب إلى سوريا ولبنان إلا من خلال العراق، وكذلك إلى الخليج العربي والمنطقة. فمن هنا كان مع الأسف هذا الوجود الإيراني، وإيران تستغله كما تعلم أنها تستثمر في التشيع الفارسي، مثل ما رأينا فتوى كاظم الحائري التي دعا فيها الصدر إلى العودة إلى خامنئي، مع أن العراق فيه مرجعيات عربية والعراق عروبي وتاريخ التشيع عربي، فأهل البيت عرب. إذن هذا الوجود الإيراني هو وجود كبير، وتستثمر في زيارة الأربعين، لأن هذه الزيارة تستطيع أن توصل من خلالها حتى عملائها، يعني كثير من الذين يأتون هم أتباع البسيج والحرس الثوري وفيلق القدس، وأنت تعلم أن حتى السفير الإيراني هو من الحرس الثوري، ومن قبله مسجدي أيضا من الحرس الثوري. فإذن هذا الصراع الأمريكي الإيراني على العراق، واعتبار إيران العراق والبوابة الخلفية وامتداداتها، لذلك مع الأسف أنه يدخل هؤلاء الإيرانيين أولا بدون فيزا، العدد لا نعلمه، بعض المنافذ أصلا لا تتحكم فيها الدولة وإنما تسيطر عليها الميليشيات، ويستطيعون أن يغذوا ميليشياتهم، خصوصا تعرف أنه بعد الانتخابات خسر كثير من النفوذ الإيراني، ومن هنا إيران تستثمر في قضية الأربعين. حتى هؤلاء دكتور نبيل فهي نعم يعني، لكن لماذا يجري حرمان العراق من واردات هذه السياحة الدينية وعدم تحصيل الرسوم منها؟ نتحدث هنا عن نحو 5 ملايين زائر سنويا بحسب المصادر الحكومية ذاتها. هذا في الواقع هو هذه الضعف العراقي المفروض الكاظمي، أنه هو إذا كان وطنيا المفروض أول شيء أنه لا يسمح بالفيزا المجانية كما أن إيران لا تسمح، ويحدد العدد ويطلب مبالغ لها، لأنها هذه السياحة تعود بالعائد إلى العراق، ولكن تعلم ضعف الكاظمي وليس عنده قرارات، حتى للميليشيات عندما سحقوا صورته وهددوه وضربوا بيته لم يتخذ أي قرار، فهو ضعيف وواهي، ولذلك لم يتخذ قراره. لو كان وطنيا حقيقيا المفروض أن هنالك مواقف وطنية، ومنها أن تتخذ ضد إيران إجراءات، ضد الميليشيات إجراءات، السلاح المنفلت إجراءات، أي الذين يأتون هؤلاء من الميليشيات والحرس الثوري. اليوم تعلم في بغداد نزلت دبابات إيرانية دخلت من الحدود، هذه من يسمح لها؟ أي دولة تسمح لهذا النفوذ؟ وهذه تأتي من دولة أجنبية كأنها احتلت بغداد بعنوان الأربعين، هذا لا لا, لا, لا ليس هنالك دولة تسمح بها. وأنت ترى صورة قاسم سليماني وصورة في خامنئي في شوارع بغداد وغيرها، هذه حقيقة بسبب ضعف الحكومة وعدم وطنيتها. بالتوازي مع هذه الإعفاءات دكتور نبيل، بالتوازي مع هذه الإعفاءات، استمرار سيطرة الميليشيات الموالية لإيران في العراق على المعابر، إلى أي مدى ترى أنه يشكل خطرا على العراق نفسه اقتصاديا واجتماعيا؟ يعني الحدود لا تزال مفتوحة على مصاريعها أمام هذه الميليشيات وأمام الوافد إليها بإرادتها للأسف. بالضبط، هذه من مع الأسف من هوان الدنيا، أنه حتى حدود لا تستلمها الدولة، لا تستلمها القوات الأمنية، وإنما تستلمها ميليشيات، فمن خلالها يستطيع أن يكون هناك هذه تهريب المخدرات. كيف حصلت؟ من خلال هذه المنافذ، تهريب المواد الممنوعة،
حتى الطبية والمسمومة وغيرها كلها من خلال المنافذ، هؤلاء الممنوعين كلها من خلال المنافذ. فالمفروض أنه هذه المنافذ تكون بيد الدولة لأنها مسائل الأمن الوطني وحدود البلد، ولكن تعلم نفوذ الميليشيات، يعني الآن الميليشيات هي موجودة في البرلمان، موجودة في الأحزاب المسيطرة للدولة، عندها أموال، عندها أسلحة، عندها نفوذ. أصلا هنالك مناطق في العراق مثل جوف الصخر لا يستطيع أحد أن يدخلها، كأنها قاعدة للحوس الثوري تمتلك كل شيء، وهذا بسبب النفوذ الإيراني. لذلك العراق تكون هذه الميليشيات تسيطر عليها، والدولة نجد حتى أنه في قضية الصدر والمنطقة الخضراء، كيف من المنطقة الخضراء هذه الميليشيات كانت تضرب هؤلاء، هم الذين قتلوا تشرين، هم الذين يقتلون. نفوذ الميليشيات هو نفوذ إيراني، والعراق يعتبر هو أول مركز خلفي لإيران تعتبره دفاعا عن. بالرجوع قليلا إلى الاشتباكات التي وقعت في بغداد، لماذا أغلقت إيران الحدود ودعت مواطنيها إلى عدم السفر للعراق؟ هذا الإجراء إلى أي مدى يؤكد ضمنيا أن إيران تدرك جيدا حجم الاحتقان الشعبي العراقي ضدها؟ بالضبط، هي في الواقع هي تدرك، لأنه حتى أول تشرين رأينا كيف أن السفارة الإيرانية والقنصلية الإيرانية أحرقت، وكانت شعارات إيران بروة بروة، بل الميليشيات التابعة لإيران والأحزاب التابعة لإيران كلها حقيقة أحرقها ثوار تشرين. فهي تشعر أنه عندما انطلقت شعاراتها وأحرقت صور قاسم سليماني منعتهم من السفر حتى في سبيل الحفاظ عليهم، لأنه تعلم أن الشعب محتقن ضدها، وهي تعلم ممارساتها وتعرف أن ثورة تشرين ماذا فعلت بها، فهي تدرك ذلك لذلك منعتهم. في المقابل مسؤول إيراني يقول إنه بإمكان زوار الدول الأخرى السفر عبر مطارات إيران للمشاركة في الزيارة، لكن السؤال هنا أين مطارات العراق من هذه الغنائم دكتور؟ يعني هذا التصريح ألا يعني امتلاك إيران الحقوق الكاملة للزيارة، وكأن العراق دولة تتبع إيران؟ بالضبط، هو إذا هم يتحكمون في القرار العراقي الآن، حتى البرلمان من يتحكم به، رئاسة الوزراء من يتحكم بها، وهذه في الواقع الزيارة حتى تستثمر بها، وكأن العراق تابع لها. تقول أي واحد يريد يجي مثلا أفض من الخليج العربي، أي واحد يجي لإيران ومن خلال مطارات إيران، فإيران تستثمر بها، ولكن هو ليس العتب على إيران، العتب على الدولة العراقية التي هي تضع هذه القوانين حفاظا على مصالحها. الذي ياتي يمر بالعراق ويجب ان ياخذ فيزا من العراق، ويعرفون السي في مالته، مو ميليشيات، مو انسان ممنوع، مو انسان ارهابي. هذه الدوله العراقيه عندما تكون دوله قويه تحترم سياداتها، ولكن عندما تكون دوله ضعيفه ويكون ميليشيات تتحكم فيها يكون القرار ايرانيا. في الاطار الذي تحدثت به دكتور نبيل، يعني كيف اسهمت حكومه الكاظمي في تنامي نفوذ ايران، رغم أنها تقول بأنها أتت من رحم ثورة تشرين الرافضة لنفوذ طهران، ما مخاطر استمرار نفوذ إيران بهذا الشكل على العراق؟ تعلم أنه الكاظمي ليس له حزب وراءه، وليس له كتلة وراءه، وهو ضعيف، وحفاظا على موقعه هو حقيقة يتذلل لجميع الأطراف، لذلك لا يتخذ موقف لا من الميليشيات عندما احتلت المنطقة الخضراء، عندما احتلت بغداد، عندما سحقت صورته، عندما ضربت المنطقة الخضراء، عندما ضرب بيته. فلذلك هذا ساهم كثير في الهيمنة الإيرانية، ولذلك الإيرانيين ليسوا معترضين كثيرا على الكاظمي، لأنه ما يريدونه يستطيعون تحقيقه. وهكذا جاء عندما لم تتوافق الكتل فجاءوا بشخص ضعيف حتى بإمكانهم أن يمرروا من يشاء، إيران وغير إيران حقيقة. لذلك الكاظمي باعتباره ليس له هذا التاريخ، وليس له هذه القوة السياسية، وليس له حتى حزب وكتلة، هو في الواقع حاول أن يوضي الأطراف جميعا، وبالنتيجة تنازل عن الوطن وصارت الميليشيات هذا النفوذ إليها. الكاتب والمحلل السياسي دكتور نبيل الحيدري، شكرا جزيلا لك.